أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، يأمرهم بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم، نسوا الله فنسيهم، إن المنافقين هم الفاسقون. وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها، هي حسبهم، ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم. الذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمع الذين من قبلكم بخلاقهم وخدتم كالذي خادوا، أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون. ألم يأتيكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات، أتتهم رسلهم بالبينات، فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله، إن الله عزيز حكيم. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنة تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكين طيبة في جنة عدن، ورضوان من الله أكبر، ذلك هو الفوز العظيم. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، ومأواهم جهنم وبئس المصير. يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا، وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله، وإن يتوبوا يكو خيرا لهم، وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة، وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير. فمنكم من أخذ الله لئن أتنا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. فأحكامكم نفاقا في قلوبكم إلا يوم يلقونه بما أخلف الله ما وعدوا وبما كانوا يكسبون.
ألم يعلموا أن الله يعلم سراكم ونجواكم وأن الله علام الغيوب الذين يلمزون المتبين من المؤمنين في صدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولكم عذاب أليم. أستغفر لكم أو لا تستغفر لكم إن تستغفر لكم 70 مرة فلن يغفر الله لكم ذلك بأنكم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين. فريق المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. فإن رجعك الله إلى طائفة منكم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن قتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعد مع الخالفين. ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنكم كفروا بالله ورسوله وماتوا هم فاسقون. ولا تحجبك أموالكم وأولادكم إنما يريد الله أن يعذبكم بها في الدنيا وتزهق أنفسكم وهم كافرون. وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع الرسول في أستأذنك أولو طول منكم وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين. ردوا بأن يكونوا مع الخوالف وتبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم أولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون. أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم.
وجعل المعذرون من الأخراب ليكزن لكم، وقعد الذين كذبوا اللعك رسوله. سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم. ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله. ما على المحسنين من سبيل، والله غفور رحيم. ولا على الذين إذا ما أتوك لتحمل لهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه وأعينكم تفيض من دمعي حزنا ألا يجد ما ينفقون. إنما السبيل على الذين يستخزنونك وهم أغنياء، ردوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون. يختذرون إليكم إذا رجعتم إليهم، قل لا تختذروا لن نؤمن لكم قد نبأك الله من أخباركم، وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتقرضوا عنكم، فأقرضوا عنكم إنكم رجس، ومأواكم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. يخلفون لكم لترضوا عنهم، فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. الأخراب أشهدوا كفرا ونفاقا وأجدروا ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله، والله عليم حكيم. ومن الأقرب من يتخذ ما ينفق مغراما ويتربص بكم دوائر، عليهم دائرات السوء، والله سميع عليم. ومن الأقرب من يؤمن بالله باليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلات رسول، ألا إنها قربة لهم، سيدخلهم الله في رحمته، إن الله غفور رحيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين تبعوهم بإحسان رضي الله عنهم وردوا عنه وعد لهم جنات تجري تحتك الأنهار خالدين فيها، ذلك الفوز العظيم.
وممن حولكم من الأخراب منافقون، ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تحلموهم، نحن نحلمهم. سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. وآخرون اقترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم، إن الله غفور رحيم. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم، إن صلاتك سكن لهم، والله سميع عليم. ألم يعلم أن الله هو يقبل توبة عن عباده ويأخذ صدقه، وأن الله هو التواب الرحيم. وكل اهملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. وآخرون مرجون لأمر الله، إذا يعذبهم وإما يتوب عليهم، والله عليم حكيم. والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين، وإرسادا لمن خرب الله ورسوله من قبل، وليخلفن إن أردنا إلا الحسنى، والله يشهد إنهم لكاذبون. لا تكن فيه أبدا، لمسجد أسس على تقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا، والله يحب المتطهرين. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه أمن أسس بنيانه على شفا جروف خر فانخر به في نار جهنم، والله لا يهدي القوم الظالمين. لا يزال بنيانكم لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تتقطع قلوبهم، والله عليم حكيم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسكم وأموالكم بأن لكم الجنة، يقاتلون في السبيل الله فيقتلون ويقتلون،
وغدا عليك حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعقده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، وذلك هو الفوز العظيم. التعبيون العابدون الخامدون السائحون الراكعون ساجدون الأميرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله، وبشر المؤمنين. ما كان لنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا من موعدة وعدك إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. إن إبراهيم لأباه حليم. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. إن الله بكل شيء عليم. إن الله لكم ملك السماوات والأرض يحيي ويميت، وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين تبعوه في الساعات العسرات من بعد ما كادوا يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم، إنه بهم رؤوف رحيم. وعلى ثلاثة الذين خلفوا حتى إذا دكت عليهم الأرض بما رحبت ودكت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا، إن الله هو التواب الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأقارب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطعون موتي ولا تطعون موتي أو يجيز الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لكم به عمل صالح،
إن الله لا يضيع أجر المحسنين. ولا ينفقون نفقات صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم وليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. وكان المؤمنون ليف وما وما كان المؤمنون ليف لينفروا كافة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة، واعلموا أن الله مع المتقين. وإذا ما أنزلت سورة فمنكم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. أَوَلَا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ لَا يَتُوبُونَ وَلَا هُمْ يَذَكَّرُونَ. وَإِذَا مَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ نَزَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ هَلْ يَرَاكُمْ مِنْ أَحَدٍ ثُمَّ انصَرَفُوا. صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم.